لما نيجي بقى نكمل كلامنا برضو في الاكسسوري اورجانس، وقفنا عند مساله طبعا انه السالفري جلاندز دي وظيفتها كربوهيدراتس، الليفر ده راجل بيصنع البايل، وطبعا الوظائف تانية كتير، الجول بلادر راجل بيخزن البايل، وان البايل ده بيخش في تصنيع الليبيدز. لما نيجي نخش على البنكرياس، البنكرياس على فكره بالمناسبه واخد بالك ده اللي هو بنسميه المخلط، بمعنى ايه؟ بنسميه المكسد، يعني راجل اكزوكراين اهو، كلمه اكزوكراين موجوده اهي، واندوكراين كمان موجوده عندك. وبالتالي راجل مخلط بمعنى ان هو بينتج انزيمز اللي هي، وبينتج حاجه اسمها انزيمز بتشارك في الهضم، وبينتج بافرنج سيستم برضو بيعادل السائل الحمضي بتاع الاستومك. عشان كده احنا بنقول انه سواء انت بتتكلم على انزيمز اللي هي هتخش في الهضم، او سواء انت بتتكلم على بافرنج سيستم بيعادل السائل الحمضي بتاع المعده، فانا في النهايه الحاجات دي كلها بتطلع في قنوات وتصب في جي اي تي، وتصب في الجهاز الهضمي، بتصب تحديدا في الانتستين، يعني تحديدا كمان في جزء اسمه الديودينم. هناخد الكلام ده بعدين. المهم ان هي اذا هي اكزوكراين، يعني بتصب في قناه خارجيه منفصله عن الدم، بينما برضو البنكرياس احنا بنعتبره ميكسد لانه بيجمع الوظيفتين، بيحتوي على سيلز او خلايا اكزوكراين وخلايا تانية اندوكراين، فهو وظيفته ان هو كمان لك عنده خلايا اندوكراين بتصب المنتج بتاعها في الدم مباشره. قال له يعني اذا هو مش بيصب بس في قنوات خارجيه منفصله عن الجسم، لا هو كمان او منفصل اسف عن الدم، انما هو بيصب في كمان في الدم مباشره، اندو ان جوه الدم مباشره، وبيطلع هرمونز، ويمكن ابرز هذه الهرمونز طبعا هو الانسولين. طبعا الانسولين يا باشا اللي بيظبط الجلوكوز بتاع الدم. طيب لما نيجي بقى نكمل كلامنا عن الجي اي تي، دايما مرتبط بالجي اي تي او مرتبط بالجهاز الهضمي مصطلحين هامين جدا. المصطلح الاول هو مصطلح البرستالسيس، والمصطلح الثاني هو مصطلح السيجمنتيشن. ومصطلح البرستالسيس هو يعني الحركه، يعني ان انا احرك البولس او احرك الكتله بتاعه الطعام من الماوث، من اول الطريق بتاعنا، من اول فوق، من اول اورال كافيتي لغايه الانس، لغايه فتحه الشرج، يبقى ده اسمه باراستالتيك موفمنت، حركه دوديه زي بالظبط كده الامعاء، بالظبط زي حركه الدوده وهي بتتحرك من مكان الى مكان اخر، واخد بالك؟ ده بنسميه الايه، الباراستالتيك موفمنت. خلاص كده. المفهوم الثاني مرتبط بجي اي تي حاجه اسمها السيجمنتيشن، يقول لك الاكل ده بيبقى كتل كبيره كده، بولس كبيره، فانا وظيفتي كجهاز هضمي اعمل عمليه سيجمنتيشن، يعني اقسم هذا الفود الى سيجمنتس او الى قطاعات، واخد بالك؟ بحيث ان انا امسك كل قطاع على حده، اشوف بستفرد بكل حته، ابدا استفرد بكل حته من هذه القطع بتاعه الفود واعمل لها سيجمنتيشن او اعمل لها قطاعات، وابدا ان انا اقطعها عشان اتعامل معها. وبالتالي تيجي تقول لك هنا ادي المنظر طبعا ببساطه جدا قبل ما نخش على البرستالتيك موفمنت فيها تفاصيل كتير، فانا هبدا معاها بالسيجمنتيشن، موضوع بسيط جدا، وانت جاي مقسم الايه القطع بتاعه الايه الطعام الى قطع صغيره عشان ابدا ان انا اتعامل معها. تدليل بيقول لك هنا السيجمنتيشن موفمنت او الحركات بتبقى من مسؤوليه حاجه اسمها السيركولار ماسلز، لسه هنتكلم عن انه الدايجستيف سيستم او الجهاز الهضمي اسف، او الدايجستيف تراكت او الطريق اللي هو من الماوس للانس، عباره عن نوعين من العضلات. لو انت جيت بصيت كده هتجد ان انت عندك هنا في عضلات دي لونجيتودينال، واخد بالك، عضلات طوليه، ودي سيركولار عضلات دائريه. فالعمليه بتاعت السيجمنتيشن دي او التقسيم دي من مسؤوليه الايه، من مسؤوليه العضلات اللي هي السيركولار او العضلات الداخليه، ودايما كده ثبت عندك السيركولار المدوره المقلوظه تبقى مداريه جوه، ما تبانش للناس، عيب، واخد بالك؟ يبقى انا عندي ليه السيركولار دي تبقى ايه، تبقى متغطيه، دي موجوده جوه، واسف على المثال ده. عندنا طبعا الايه السيركلر ماسلز، اذا العضلات اللي هي الدائريه دي بتبقى موجوده ايه جوه، واخد بالك؟ ودي مسؤوله عن الميكسنج، على مساله الايه الخلط بتاعه الكونتنت، بتعمل ميكسنج، بتعمل خلط للكونتنت للمحتويات بتاعه الدايجستيف سيستم. بينما هذه الحركه لك ما بتبقاش مسؤوله، نوت برودوس نت موفمنت، ما بتعملش حركه نهائيه لك في اتجاه معين، يعني هنا مثلا هتجد في حركه، حركه الاكل او الفود بيتحرك من الماوس او بيتحرك من البق، بيتحرك الاورال كافيتي، لا دي بتثبت كده الاكل في مكانه وتقسمه وتقطعه، واخد بالك، وتشتغل عليه في مكانه، ما بتعملش نت موفمنت، ما بتعملش حركه نهائيه في بارتيكولار دايركشن، في اتجاه محدد، يعني ما بتحركش الاكل من الماوس لك ليه الانس، انما عمليه تحريك الاكل من الماوس للانس دي من مسؤوليه الايه، البرستالتيك موفمنت اللي لسه هندرسها في الفيديو اللي جاي. انما الحركه بتاعتنا اللي هي حركه السيجمنتيشن هي حركه بتعمل على تقسيم الطعام في مكانه، في مكانه، وتبدا تتعامل معاه كلهم في موقعه، واخد بالك، وتبدا ان هي تهضمه. وده قلنا من مسؤوليه الايه السيركولار اي ماسلز، انفولف ذا سيركولار ماسلز بشكل اساسي، هذه الحركه من مسؤوليه الايه السيركولار اي ماسلز. وناخد ان شاء الله في الفيديو اللي جاي نبدا نتكلم مع بعض عن الجزء الاخر اللي هو مساله الايه، مساله البرستالتيك موفمنت او المعروف باسم الحركه الدوديه او الحركه اللي بتنقل الاكل من الماوس الى الانس، والتفاصيل اللذيذه الموجوده فيها. نكمل الفيديو اللي جاي.